فكيف الحال والأيام تأتي على الآجال والميراث صمت. ليله القدر افضل ولا حضره النبي افضل؟ لا حضره النبي مش عارف. لا ما هو لا عيب احنا سالين شويه. حضره النبي افضل من ليله القدر في وراء ليله اللي لا. هي بقى عندها قدر عشان خاطر حضره النبي الاكثر ولا اللهم صل على سيدنا محمد. يعني في كلام عن سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ان ربنا ليلة القدر ثلاثة، عشان كده ربنا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر. هل ممكن يكون يعني إحنا مع يعني مع يعني عارفين إن ما في تكرار في القرآن، قول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما خبرنا وما أدراك، يعني هنا الشيخ قال ما من باب أفعل التفضيل، ما أدراك ما أعلمك ما أخبرك. ده أنا ده موبايل محمد، موبايل محمد كان سنة عادي أو عادي ولا حاجة ماشي مش غريبة. أخبر جنرال يعني بقى زي ما قلنا قبل كده ليله القدر يبقى ثلاث ليالي مش ليله واحده. ايوه مش ثلاث. بس هنا ما ادراك مش يعني ايه تاكيد على اللي فات؟ لا ما ادراك يعني انا عايز اقول لك انت تعرف ليله القدر؟ ما ادراك بليله القدر يعني ما اعلمك ما اخبرك. واخد بالك؟ بس الخطاب هنا منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ادراك؟ طب النبي دارك. ها؟ طب النبي دارك. مش استفهام. ايوه. وانت ما خدتش بالك من كلامي. أيوة. ما ادراك مش يعني ما اعلمك. من باب الدرايه. باب انت اكتر واحد عارف. مش سؤال. يسموه في اللغه العربيه استفهام اقراري. تعظيم لمقدارها. ما ادراك. بالكلام ثلاثه يا مشي. يبقى أما يقول له ما أدراك يعني ما أعلمك ما هي ليلة القدر، أنت اللي عارف مش ما أدراك من. يعني مش ممكن ربنا كريم النبي يقول له وما أدراك أنت مين يعني عشان الكلام وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تعظيما لشأنك. ليلة القدر خير من ألف شهر، دي اللي هي بتاعت الأخرانية مش الأولانية ولا الثانية. ليلة القدر الأولانية زي ما هم من شهور شهر الله وشهر النبي وشهر الأمة. نعم. شهر رجب اللي هو شهر الله اللي هو شهر الله. اللي قلنا ليلة القدر بتاعته وربنا خصها بحضرة النبي بس. طلع فيها في الإسراء والمعراج وهي ليلة 27. بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر النبي شعبان وشهري. مصر. اللي هي النص من شعبان اللي هي فيها يفرق كل امر حكيم. انها فرجه حتى الشهر فرجها نصين. وليله القدر بتاعت الامه اللي هي الاخرانيه دي اللي خير من الف شهر في العباده و و والكلام بقى اللي انت عايز تقوله بقى في الالوف الكتب في فضل ليله القدر يعني. هو حكايه التمسوها وما التمسوهاش ما ده عشان استتعب عشان تتزوج. انما هي زي ما سيدنا عبد الله بن عباس لما يقول ليله القدر قال ليله القدر تسع حروف. كلمه ليله القدر تسع حروف.
وربنا لما يكررها ثلاث مرات يبقى 3 في 9 ب 27، تبقى لازم تكون ليله 17. انما حته الالتماس دي مش شاف الناس شافوها كده ولا شافوها كده، وشافوها يعني ايه شافوها؟ شافوا ايه؟ لك يشوفوا نور في السماء مثلا كده. لا يعني شافوا نور في السماء يعني تجلي يعني؟ هل يعني هو لو التجلي لله ده انقطع عن الارض ثانيه واحده؟ يعني الليلة ربنا بيدوب فيها على الناس مثلا؟ هي دي ان عشان الناس تفهم ان ربنا بيفضل حاجة، خلق الخلق كلها يفضل البني آدم، عنده سبب التفضيل، عنده سبب، واخد بالك؟ خلق الايام وفضل يوم الجمعة، خلق الليالي وفضل ليلة القدر، يعني علشان يقول ان في حاجة احسن. لان الناس اللي جايه يعني الناس كلهم متساويين، واليوم ما فيش حاجه اسمها ليه الناس كلهم متساويين والناس كلها مش عارف ايه، ابدا، لا، في افضليات، جعلنا بعضكم فوق بعض درجات، حتى في الرزق، حتى في العباده، النبوه والرساله والكلام ده كله، هذه افضليه، اتخذ بالك. فالافضليات دي علشان الناس تعرف. لا انا لا مش عم الشيخ هنعمل استوب لفيك استوب لفيك ايوه ربنا بديك فرصة عشان الناس كانت زمان اطول اعمارهم، كل الكلام ده احنا متفقين فيه. انه عايز يسيبنا واحد زي ابونا ادم عاش 1200 سنة، واحد زي سيدنا نوح عاش 1050 سنة، واللي عبد في بني اسرائيل 500 سنة، واللي متاخد بالك. فهو عشان الامة مقدر عليها قصر العمر، فالناس ربنا بيديها فرصة للتزود أو تحس على العبادة، ماشي. إنما هي ليلة علشان نزل فيها القرآن جملة واحدة، هي ليلة مفضلة. هم يقول إنا أنزلناه يعني نزل القرآن. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش له تنزل؟ أما ينزل من النور للجسد، مش دي عملية تنزل لحضرة النبي؟ يكون التنزل دي في ليلة القدر، يسموها ليلة القدر عشان تنزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في عالم النطف، يعني بداية عالم الأجساد، مش الولادة، بداية عالم الأجساد بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. أيوه. فإذا أنت لما تيجي تتكلم، ليه إحنا بنركز على يعني المسلمين عموما؟ حتى المصيبة اللي احنا عايشين فيها، تعال اتفرج انت 30 ليلة مديح في رمضان، مديح اللي هو قبل الفجر ده، مديح ما عندوش علاقة بالسنة على الإطلاق، ما فيش شيء بالسنة، يعني المديح اللي بيعملوه ده بيمدحوا في ربنا، ما فيش لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، ما عادوش يقولوا أنت ربنا الذي عملت لنا كذا، ما يعني ما فيش مديح، في حضرة النبي، كل المديح في حضرة النبي في البيت. حتى شيخ الشريعة ذاته الإمام الشافعي لما جه يمدح مدح حضرة النبي، يا سيد السادات يا عالم الهدى، جئتك قاصدا أبغي رضاك ومش عارف ايه وأبغي حماك وأنت الذي لولاك ما خلق الورى، يعني إذا الناس كلها عمالة تحول المواضيع دي من عند النبي توديه ربنا ليه؟ لتخويف النجديين الأمة من الشرك بس. يعني انت لو قلت قعدت بقى تقول للنبي وانت مقصدي يا رسول الله، لا 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 ده ربنا، وما تقول مش عارف يا رسول الله، يقول لك لا لا اقول يا رب، يعني زي ما يكون خايفين على ربنا. طب انت مالك اذا كان ربنا شرع المديح في النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيدنا حسان بن ثابت لما مدح ما سمعناهوش بيمدح ربنا، وده شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدا الاسلام ما عادش يقول وإن الله هو الذي خلق السماء وعمل لنا مش عارف إيه، أبدا ما حصلش. ما دي سيدنا حسان بن ثابت يقول سمعنا في الدعاء لسوف يعطي فصرصم ومش عارف إيه وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا ما، يعني الكلام كله في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحاجات زي اللي إحنا عايشينه دلوقتي في إعلامنا وفي بلادنا، إني محولين الحاجات بتاعة النبي حاطينها عند ربنا، لا لا ليه؟ عشان خايفين على الأمة تشرك بإيه؟ ما احنا قلنا ان قضيه الشرك قضيه منتهيه، واللي عايش ما زال عايش في قضيه الشرك ده ومعايش الامه في قضيه الشرك قضيه منتهيه من 1400 سنه فاتت.
وإني لأخاف عليكم الشرك من بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا الدنيا، أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أخاف. ده كل اللي حاصل. إنما الناس زي ما يكون إيه ربنا بتاعهم، وزي ما يكون النبي ده لو دخلوا يا عم حطوا مكانه، يعني الآية قال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يوم برضو على التفسير يقول لك تعذروه وتوقروه دي بتاع النبي وتسبحوه دي بتاع ربنا. وربنا هيسبحوه ليه؟ وربنا متهم، وربنا بني آدم. يعني التسبيح ذاته لربنا يقول لك لا احنا بنسبحه عن النقص، انت تسبحه عن النقص وتسبحه عن الكمال كمان. ده الكمال للنبي، الكمال مش لربنا. لا لا، النبي في النقص. الكمال للنبي لانه مخلوق، انما ربنا مش مخلوق. ما هو لو النبي واخد بالك في نقص في الجمال او الجلال في واحده من الاثنين، فما يعتبر نقص، انما حاشاه. انت واخد بالك يا نبي؟ يبقى انت لما تقول لي لا اصل دي اصل ربنا وسبحان الله، ايوه سبحان الله اللي احنا بنقولها، سبحان الله في غلطنا احنا، سبحان ان نخطئ في حقك. يعني اللي انت بتختم بها الصلاة دي مش بتقولوش ما بتقولوش انت يا رب كامل، زي الحمد لله. سبحان الله زي الحمد لله. سبحان الله يعني يا رب انت كامل، تقصيري في الصلاة ده سامحني فيه. مش مفروض يبقى المقام بتاعك ده او نظامك ده، واخد بالك يا نبك؟ لا يعني الصلاة بتاعتي دي صلاة يعني انا مقصر فيها، فسامحني يعني انه سبحانك حتى عن انهم يصلوا لك. ماشي يا هو خايفين يتكلموا على النبي. ايوه وانت سيدنا النبي ربنا لما يقول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره وأصيلا، مفكرين ده بتخش في الالهيات وفي الشركيه. ما فيش شرك، هو اصلا شرك ما فيش. يعني هو الشرك اصلا ما فيش. انت عايز ترجع شرك. لا لا لا، اصل انا خايف من الشرك. زي يعني مثلا زي ما كان بيكلمهم، كانوا بيكلموا شريك، قال لهم خلاص ما نخسر الرجاله كلها. ما بقولوا عشان سدا للزرائع. ايوه والزريعه انا زرعت شرك، قال لهم خلاص نخسر الرجاله كلها عشان يعني سدا لزريعه الزنا. نمسكهم نخسرهم كلهم. ايوه صح، كلام فارغ. يعني انت واخد بالك شرعا، عشان كل ما اكلمك تقول لي لا سد زريعه، اذا كانت الزريعه ذاتها مش موجوده. وانت بتسد ايه؟ انت بتخترع لك ذريعه. علة جوا هو لان هم اصلا مش قادرين. هم اللي قالوا، هم مش قادرين يفهموا يعني ايه ربنا. أيوه. فكلامنا على النبي بيجي بمفهومهم عن ربنا. تمام. فيبقى احنا اشراك. ايوه ليه؟ ربنا قاعد. لا بيقول لك ولكن ليس كهيئه جلوسنا. أيوه. وان له يدا ولكن ليه. هل ده يغنيك عن انك انت مثلت او شبهت؟ شبهت. الا ما شبهت. شبهت. يعني هي ايد بس مش زي ايدينا. طب ما انت كفرت جدا. قلت ايه؟ شبهت. تشبيه. مش زي ايديا. يعني فيها صوابع مثلا؟ بس ولا فيها 10؟ انما هي ايه؟ لا قلت ايه؟ ما تقوليش بقى ان انا لا انا ما 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 لخبطتش. لا لخبطت. اما قلت ان له ايد لخبط. تمام. فهو ربنا قعدوه وعملوا له ايدين ورجلين ووش. لما تقول للنبي ونور ونازل ووش وايديه ورجلين، طب ما انت حطيته في المحله بتاعت ربنا اللي في دماغه. ايوه انت في نظره بقيت مشرك. ايوه جبت الغايه بتاعت اللي مش هيبلها. اذا هي المشكله كلها في فهم الناس يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم. بس وشكله هم كفار قريش. هم احنا قلنا ان كفار قريش ما عندهمش مشكله مع ربنا. كفار قريش مشكلتهم مع النبي كلهم. أيوة. حتى الكبار خاصة كان ابو جهل ولا ابو لهب ولا كلهم مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. اللي خايف على منصبه، واللي خايف على مش عارف ايه، واللي خايف على الرياسه، واللي خايف على الشرف. هو ده المكان. انما هم ولئن سالت الذين كفروا ولئن سالتهم من الذي خلق السماوات والارض ليقولن الله.
يعني ربنا يفتح ده ما عندناش معاه مشكله. مشكله في الشرك مفيش مشكله، بس هو النبي هي المشكله. هي النبي هي المشكله بس. تمام. هم كفار قريش كانوا كده، دول برضو كده نفس المشكله اللي دي بتاع كفار قريش. فهي قضيه واحده. نجد الله. لا مين حاضرين والضار؟ تعدى. طب نرجع لقولة الألف. أي. الثلاثة الأولى خليهم من ألف شخص. أي. زي شو من ألف؟ لأن العربي يوم كانوا بيعدوا بالألف. بالألف. كانوا غاية الأعداد عندهم. الجان اللي فيه نزل فيه القرآن يقول لك ايه؟ والله لو اعطيتني الف الالف مليون لا هم عندهم ما يعرفوش مليون. اي ما كانش فيه العدد. هم الالف والفي الف ومئتي الف الف كده كله بالالف. ليه؟ لان الصحابي اللي هو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الليله من الليالي قالوا له احنا جعانين. قال لهم ابحثوا عن صيد حول المدينه. طلعوا ما لقوش. رجعوا. الجوع كذلهم يعني. قالوا يا رسول الله احنا جعانين يعني. قال لهم اطلعوا ابحثوا عن صيد. تاني وتالت. ما بيلاقوش. يرجعوا يقولوا يا عم انت ما فيش. قاعد يقول لهم ما فيش انتوا يعني الحال مش عاجبكم. والله تفتح عليكم بلاد كذا وبلاد كسرى وبلاد قيصر وبلاد النعمان بن المنذر بلاد جاب من قدام خالص. فتح المهم. فواحد قاعد يعني واحد نقدر نقول العربي يعني ما لوش فين. قال له يعني تفتح علينا بلاد النعمان؟ يعني احنا بلاد النعمان دي هنفتحها ونمشي كده. قال له اه. قال له هب لي الفارعه بنت ملك الحيره. ما هي دي بلاد الحيره، كان اسمها بلاد الحيره. قال له ده ما تفتح علينا اديني بنته. عايزها دي. هي طبعا كانت اجمل بنات العرب، كانت مشهوره جدا هي. شارعها بقى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هي لك. لفت اليها مداره. وفي غزوة من الغزوات أسروا بنت ملك الحيرة دي. فسيدنا خالد بن الوليد هياخدها لي هو قائد الجيش. فصاحبنا ده طلع له قال له لا دي مراتي حق منين؟ ومراتي يعني. فنادى يا بدريين يا حديبيين أفيكم أحد يعني من أهل بدر؟ أفيكم أحد؟ قالوا أيوه. قالوا ما تذكرون يوم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم نسمع. قال ألم أقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ستفتح عليكم بلاد الحيرة؟ قلت هب لي الفارعة بنت ملك الحيرة. قال هي لك. قالوا نشهد. فسيدنا خالد ستة بدريين شاهدوا. خلاص الموضوع خلص. فاداها له. فقوم اخواتها قالوا اسمع يا حاج احنا يعني اختنا نفديها يا اخي، انت محتاجه تعمل بها راجل كبير، هتعمل بها ايه؟ يعني نديك 1000 دينار. قالوا يا 1000 دينار؟ قالوا له اه. قال لهم خلاص 1000 دينار يا بدر قبيتها نعمل بها ايه؟ بعد ما دي الفارعه يبقى ما جه وخد ال فلوس. الصحابه قالوا ايه اللي انت عملته ده؟ 1000 والله لو طلبت فوق ال1000 لاعطاك. قال لهم هو فوق ال1000 شيء؟ يعني هو في اكثر من ال1000؟ اذا ده مدى علم الناس في الزمن ده ان ال1000 كان غايه العدد. فال1000 ده يبقى اكتر حاجه. انا بقول لك انت عايز كام؟ تقول لي عايز 1000. خلاص الموضوع انتهى. انت خد بالك جلابك.
ولذلك يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني مش 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 بالعدد، يقول لك وحسبوا لها 83 سنة، دي غاية العدد، غاية ما تتمنى، يعني لا صادفتك ليلة القدر وتديك تديك غاية ما تتمنى، ده معنى كلمة ألف هنا، الألف هو الغاية، انت غايتك ايه؟ عايز ايه؟ ربنا يديك احسن من اللي انت عايزه، ده المعنى، انت خد بالك؟ يعني الالف رمز، الالف ايوه، الالف لان الغاء، ما انا بقول لك دي النهاية، انت خد بالك؟ يعني انت عايز الكرة الارضية خد الكرة الارضية، ما انا معرفش ان في 7 كواكب تانيين ولا بتاع، كنت قلت له اديني الكواكب كلها، ولا كنت قلت اديني عالم الملك كله، ما حسب الغاية هنا حسب علم الناس. هي فعلا في التعداد، ايوه في التعداد اللي بيحسب، يعني ما تقول لي هي 1000 شهر وتديني في الميزان وحسناتي اللي انت ماشي تفتش على حسنات دلوقتي، انت موضوع الحسنات المفروض معاك خلص وانت ماشي في المسافات والسرعات، انت انت المسلمين بعد 1400 سنة لسه بيدوروا على الحسنات، لسه ما ارتقوش للسير الى الله. يعني انت هتفضلوا رابطين القران 1400 سنه بنفس التفسير الاهبل بتاعكم ده، ان بتاعوا الركعه ب 1000 ايوه ما قلناش الناس ما تصليش، ما يصلوا يجتهدوا، انما اجتهدوا في اذكارهم اورادهم، مش اخترعوا لي وطلعوا النسوان الساعه 3 بالليل وروحوا يصلوا في الجامع، وما يبقاش بدعه ضلاله، والمولد هو اللي بيبقى بدعه اللي بيبقى قبل صلاه العشاء، يقول لك عشان الاختلاط الرجالي بالنساء، والنسوان اللي طلع الساعه 3 بالليل بيبتعد يروح يتهبب ايه؟ وجاي تقول لي اذا المشكله ان الناس ما عارفه ان السير الى الله في اجباري وفي اختياري، المهم انت شايفه في نفسك، السير الاجباري انت شايفه في نفسك، انت بتكبر غصب عنك، انت ما انتش حاسس، انما انت ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. انت في حبايه بيحطوها في الارض تفضل مطرحها زي ما هي، دوها ميتها وبتاع، بتفضل زي ما هي، ما بتطلع وبتكبر وبتموت، والإنسان يطلع ويكبر ويموت، والحيوان والطير، ده سير إلى الله إجباري. أنت وأنت سير إجباري خليك في السير الاختياري اللي هو الذكر والصلاة على النبي، قد يفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أنت عايز ليلة القدر دي؟ هاتها من الأول. أيوه. لان اللي انت ما جبتهاش في رجب دي مالكش فيها لا في شعبان ولا في رمضان، لان عشان يسجلوا اسمك، وانت المفروض لو انت فعلا عقيده ابن الخليفه المفروض ان ابناء الغوص متسجلين في ليله القدر، طول ما هو غوص مسك سنه مسك اثنين مسك ثلاثه كل في الليسته بتاعته متسجلين. هو ده عم الشيخ، هو ده بقى الحلاوه، واخد بال جنابك؟ انما اللي انت انت ما عندكش لا لا تعرف خليفه زمن ولا تعرف حاجه، وعمال تلطش ومره مع داعش ومره مع العفريت الازرق، وتقول لي اصل الليله دي اقيم ليله القدر والتمس، احنا اختزال كل حاجه بنختزلها، عايزين نختزل العباده كلها في العشر الاواخر، يعني 365 نشيل منهم بس 10 كده يبقى في 355 يوم دول اعمل فيهم زي ما انت عايز، بس ال 10 ايام دول ركز فيهم الموضوع هيعدي، يعني يعدي العبودية عايزة ديمومية في الاستمرار. الديمومية دي عشان سيدي إبراهيم الوحيد اللي حاط لنا يا دايم عشان المصيبة دي، مش عشان إن أنت تقوم وتوجع ولا لا، عايز ديمومية في استمرار على العبادة اللي هو دوام الهمة، دوام الهمة، دوام الهمة ده هو المشكلة، والديمومية هي المشكلة. يبقى أنت لما تركز عبادتك كلها على ركعتين هتصليهم في رمضان في العشر الأواخر، لا ومش في العشر الاخر، لا في الوتر من العشر الاواخر. ولغايه النهارده اللي يقول لك وكان رجل ثلاث مرات يدخل على رسول الله يقول ادخل عليكم رجل من اهل الجنه، فلما راح مع البيت لسه قايلين الحديث ده امبارح باب، والعالم الازهري الجليل يقول له انا ما بعملش اي حاجه، يا سلام نام شخر طول الليل، ايوه يا سلام ما شاء الله، وايه بقى؟ كان يقول لي ايه ده ايه ده جاب صافو ده ولا عمله بأومه ولا ولا البتاع اللي عمالين فالقين ده بتاع الجراثيم كمان بينظف ديتول والديتول ده شغال بالديتول من زمان قبل ما يعرفوا الدول، ايه الكلام الفارغ ده؟
خمس ثلاث ايام وقلنا ياكلوا على جماعه عشان ايه؟ عشان بينام يشخر طول الليل. عشان كانوا خليلا من الليل ما يهجعون هو بالاسحار هم يستغفرون. وفين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم حتى تتورم قدماه تورمت قدماه في العشر الاواخر ولا في الوتر في العشر الاواخر ولا في ديموميه؟ ديموميه. المفهوم بتاع ان الليله دي ويطلع لك الناس بقى والمجاري بتاع الفيسبوك تشتغل وقد رايناها بيضاء ساطعه من غير احمرار وطلعت الساعه 2:30 بالليل وانا شفتها شاهد ليله القدر شاهد ليله القدر على الفيسبوك على اليوتيوب يعني كلام فارغ مالوش اي اساس من الصحه. طبعا شيخ ايه حكايه رفع الاعمال فيها دي؟ ايه رفع الاعمال؟ رفع الاعمال في كل السنه. انت كل يوم عملك بيرفع مره، العمل بيرفع في السنه مره واحده؟ ده مين اللي قال كده؟ ده كل الاحاديث واخد بالك؟ يقول لك ان عملك بيرفع مرتين في اليوم، مره الصبح ومره العصر. طب ازاي بقى؟ يعني طب ما هم مش كانوا بيسالوه على يوم الاثنين والخميس؟ قال انه يوم يرفع فيه العمل واحب ان يرفع عملي وانا صائم. اللي يفعل ما بقول لك العمل بيترفع مرتين في اليوم يوم ولد في اه يا وليد تاني دي بقى بتاع ايه ويرفع عمله ونصائم يوم الاثنين ايه طب ايه يرفع بيوم لا الكلام ده وما عشان يبوظ الحديث الثاني ذلك يوم فيه ولد مش لانه يوم يرفع فيه العمل ورفع العمل عشان انا ابقى صايم ومرفوع عملي معلش الحته دي هو اتسال عن سر الصيام يوم الاثنين والخميس آه. قال عن سر الصيام يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه ويوم الخميس قالك ترفع فيه الاعمال الله يحب ان يرفع عملي وانا صائم يا مولانا كل يوم العمل بترفع مرتين العصر والفجر كل يوم وحديثه سبت بعدين هما مش ممكن يكون حديث حديثه ايه بقى انا بقول لك الاحاديث كل اجماع الاحاديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ان العمل بيرفع مرتين في اليوم يبقى ايه اللي مره في الاسبوع مره في الشهر ومره في السنه دي بقى ده عمل ايه لازم اعمال ثانيه بقى وبعدين خلي بالك الذكر والسر الى الله ملوش دعوه بالاعمال يا انت الاوراق اللي انت عملتها دي لا معلش سامح لي عشان سيدي بس ماشي ال- 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 الاعمال اللي انت شغالها يقول لك عشان ترفع ماشي طيب واليه يصعد الكلم الطيب يبقى بيرفع الاعمال الصالحه بس انما الكلام الطيب ما فيش حد بيرفعه ويطلع لوحده. يبقى السر الى الله مش داخل من ضمن الموضوع. ده لسه في تاني. ما هو ده ما هو ده الكلام الطيب، الكلام الطيب اللي هو الاسم الله والصلاه على النبي بس. اللي هم بتوع السر الى الله، اللي هم بتوع الذاكرين، ما عندهمش علاقه بالرفع والخفض خالص. واليه يصعد الكلم الطيب. دول اللي ما بتأيدوش. ما بتأيدش، هو الملك هيكتبه الله بكام؟ ما هو ما قالش قال لو قلت الله دي جوه القران بعاش حرف بعاش انما ذكر اشكروني اذكر طب الصلاه على النبي ما هي ايه فيها. ما هو وارد فيها لا من صلى عليه صلاه مش عارف ايه صلى الله عليه به ادري ايه صلى الله دي بكام صلى الله عليه به ده الحديث المعتمد في الصلاه على النبي يعني ايه صلى الله عليه به بلاش حسابها لا يعني يعني هو ايه يعني صلى الله يعني المعنى اللي انا عايز افهمه خليك من الناس انا عايز افهم صلى الله عليه بها يعني ده بكام ولا بيكتبوه ازاي ولا بيودوه فين مفيش كلام ده يبقى اذا هما الاثنين دول اللي هما اسمهم الكلام الطيب لان ده يذكروني اذكركم وده من صلى عليه مره صلى الله عليه به انت خبر كلامك ومن صلى الصلاه على النبي تلاقي فيها حاجتين لان في واحده فيهم حسنات وسيئات وده بتلاقي 10 حسنات ورفعها بها 10 درجات وانا جعل بها الوجاعات انت خبر بالك دي اللي صلاه التسبيح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم او صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وصلي على سيدنا ابراهيم وعلى اله سيدنا ابراهيم دي المقصوده في الكلام انما اللهم صل على الذات المحمديه اللطيفه الاحاديه اللهم صل على شمس سماء الاسرار اللهم صل على من منه انشقت الاسرار اللهم ما في ما دي كل ما فيهاش اسماء ما ده كلم طيب ما ده الكلم الطيب اذا ده ما بيترفعش بقى في ليله القدر ولا بيترفعش الصبح ولا العصر
وما بترفعش يوم الخميس وما بترفع وقت ايه ده. يعني الواحد لما هي الميزه بتاعت مولانا لما كلم بيتكلم في موضوع كان بيلم الموضوع، انما تلم الموضوع وتسيب لك حته مفتوحه ما تعرفش تسدها ازاي. انت لما تكلم هم مركزين على المسلمين والحسنات والسيئات. يا ابن مولانا احنا عده من عمر الاسلام 1400 وهو كله على بعضه ما يكملش 2000 زي ما النبي قال. يعني عدى اكتر من اكتر من 3 ارباع، عدى اكتر من 3 ارباع ايام وانت محصور في تلت الدين. انت هتفضل الامه دي حاصره في تلت الدين لغايه امتى؟ في تلتين نص، فين التلتين نص؟ فين الايمان وفين الاحسان؟ انت خد بالك كلامك. اذا لما يجوا يتكلموا على القدر بيتكلموا الباب اللي تحت ده، يجي يتكلموا على قدر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا الباب اللي تحت ده. اذا القضيه بقى يا الناس تفوق يا بلاش دين خالص، يا الناس تعرف يعني نبي، تعرف سيدنا محمد يعني ما اقول لك ايه. وبدر وربنا نصر المسلمين في بدر، وتيجي تقرا القران ربنا ما نصرش المسلمين في بدر، ببدر نصركم الله ببدر وانتم صلى الله عليه وسلم ببدر نصرهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بوه. مش فيها بيها ما بيه تمام. اذا النصر اول نصر عمله ربنا عشان خاطر النبي وبين النبي، ها برضه طلعوا النبي من اللعبه والمسلمين كانوا مش عارف كام وربنا نزل عليهم ملائكه، والنبي ده اللي الملائكه دي سجدت له مش سجدت لادم، مش سجدت لادم عشان خلافة، مش سجدوا عشان شافوا نور النبي فيه صلى الله عليه وسلم. ليه الناس بتهرب من الحقيقه دي؟ لازم يقولوها. لا لما هم يسجدوا له عشان شافوا نور النبي فيه، وبمن اللي شافوا النبي ذاته عملوا له ايه؟ انت واخد بالك جنبك؟ وبعدين يقول لك ايه؟ وحتى يقول لك ايه؟ ولم يكن السجود لادم. ليه؟ وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، ولا لله في آدم؟ لآدم. يبقى ما يقولوا اسجدوا لآدم بقى ربنا يشرك ولا إيه؟ أنت خد بالك كلامك؟ ما كلام فارغ. ما أنا بقول لك الناس قاعدة عايشة في موال وفي وهم ومسمينه دين وهو مالوش دعوة بالدين خالص. هو أمر إلهي يتنفذ. هو اسجدوا لآدم، اسجدوا يا داود أن أجعلناك خليفة في الأرض، اسجدوا لداود وورث سليمان داود، اسجدوا لسليمان. وسيدنا النبي لما جه صاحب القضية اللي هم خلف عنه وهو صاحب القصة الأصلية قال لهم لا بس أنت ما تسجدوش لحسن يبقى شرك. طب ايه صلاة التسبيح ده؟ يعني كل في النقطة دي يا مشير بعد إذنك ما أي يعني كل أصله كلها حسنات وسيئات ولملي كلها. طب كل ملك كده بيسجد يبقى الملائكه كلها مأموره بالسجود للخلفاء كلهم. امال ايه؟ ما هو بدايه امال هو يوم العروبه ويوم التوليه ويوم الخلافه بيبقى ليه؟ عشان يعرفهم الراجل ده اللي هيشتغلوا معاه. يعني ايه يجي ويعمل ويعملوا مهرجان؟ ها؟ ويوم يقوم الناس يوم كرامتي ده في الاخر، انما ده يوم عروبتي يسموه يوم العروبه ويوم الشأن. ربنا يقول كل يوم هو في شأن، احنا نفكر كل 24 عنده شأن جديد. لا ده هو فيه كل مدة بيجي حاجة اسمها يوم الشأن. يوم الشأن ده بيبقى 6 ساعات. حفلة لمدة 6 ساعات. اللي بيعين فيها الخليفة. التتويج دي. أيوة يوم التتويج. أيوة. ليه؟ عشان الناس دي لازم تعرف الراجل اللي هيشتغل مع، يعني جبريل اللي هيطوع مين؟ أيوة. ما لازم يعرف الراجل اللي هيطوع في الزمن ده. ولما الخليفة بتاعه ينتقل في الزمن ده مين اللي جاي بعده يقول لهم ده؟ فيسجدونه. ايوه اذا دي بقت يعني قضية مش عايزة مناقشة لأن ربنا جاب أولها في القول. لا 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 ده هم سجدوا لآدم بس وكانوا ساجدين إيه بقى؟ مش عشان هو آدم، لا عشان هو آدم. إيه بقى؟ أنا مصمم. ها؟ اللي هو قال اسجدوا لآدم، أنت عايز تقول لا وكان يعني قبلة للسجود. اللي قبلها للسجود. ما أنت احترم الكعبة عشان بتصلي لها. والكعبة بتاعة الملائكة اللي سجدوا لها اللي في المدينة يقول لك لا ما تروحش تزورها. أيوه. نكد إيه اللي إحنا
الشيخ بس سؤالين بعد اذن حضرتك. سؤالين اثنين؟ اه. ولا ثلاثة؟ لا اثنين. بس عشان تحدد موقفك. اثنين. بيتقال ان قبلة اول قبلة السجادتين. تمام؟ يعني هنا متحددة اول قبلة. ايوه. اللي هو كان سيدنا ادم. كان سيدنا ادم. عليه أشعة يعني هي ديت أول قبلة وثاني قبلة ما معروفة مش الموضوع مش مدون مع مع كل خليفة اللي أنا أقصده إن يعني السجود هنا مش لكل خليفة لكل خليفة دي أول قبلة أما أقول لو قلنا فالسجدة الوحيدة كانت لطين إنما قال لا فأول قبلة السجادتين أول قبلة آدم أول قبلة أول قبلة السجادتين اللي بعده مين؟ تاني قبلة تالت قبلة رابع قبلة الخليفة غير شغل السجاد الخليفة غير السجاد مش الملائكة ما السجاد أمال هو كان في سجاد غيرهم؟ لا يعني لا معناك أول قبلة بالسجادتين نسيب الضوء يكون مصب السجاد السجاد بالنسبة لأول قبلة هم الملائكة تمام؟ طب تاني قبلة برضه الملائكة بس ولا السجاد بتشمل كذا صنف؟ يا ما أنت تعرف تسجد ما احنا عمالين نعكس فيها اهو الله الله الله